بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مرة أخرى. طيب احنا الدرس اللي فات شفنا الراديو، هنيجي بقى نفس اللي احنا عملناه ده هو اللي موجود في الراديو تايل أو الراديو لاست تايل. أوكي تمام، مفيش أي اختلاف. خليني بس أغير كده ونشوف بس إيه اللي بيفرق أو اللي بيميز الراديو والراديو لاست تايل عن بعض. طيب نعمل هوت ريلود. أدي أول حاجة، لاحظ طالعين شكلهم والعياذ بالله مش مظبوط، فخلينا نشيل ده ونشيل ده. نعمل هوت ريلود مره تانية. الراديو ليست تايل بتاخد برضو الويدز 100% من مساحه ما هي موجوده، سواء كانت بقى جوه الصفحه نفسها او جوه عنصر بحجم معين. تمام، متفقين. طيب دي اول حاجه. تاني حاجه البارامتر اللي بعد كده بنشوف، مثلا نيجي على اللي هو الراديو ليست اللي هو تايل اللي هو البنك ده، ونبص برضو في سكندري زي التشيك بوكس اللي احنا خدناها اللي هي التشيك بوكس اللي ستايل. طيب اقدر احط ايكون، ممكن احط ايكون، خليني اجي هنا واقول ايكونز دوت فيميل تقريبا، او اقول جيرل. طب هقول مثلا يوزر، اوكي سوبرفايزر مثلا يعني اي ايكون، بس عشان بس نجرب السكندري بتاعتنا. طيب نبص، لاحظ اصبحت فين؟ في اليمين. طيب ناخد نفس الكلام ده ونطبقه هنا على دي، اهو مفيش اي مشكلة، بس ممكن نخليها بايكون مختلفة. تعال نقول بيرسون مثلا. اوكي لاحظ ديت خدت شكل ودي خدت شكل. طيب لو دوست على الايكون نفسها هيحصل عملية الشكل، لو دوست برضو على الايكون نفسها التانية هنا هيحصل عملية الشكل. طبعا اقدر مع امكانية ان انا اقدر العب في اللون والحجم وكل حاجة، واحنا عارفين الانستنس بتاع الايكون شغال ازاي. طيب نشوف البارامتر اللي بعد كده او الاتريبيوت او البروبرتي اللي بعد كده. الكنترول افينيتي برضو نفس الفكرة، عند الليدنج وبلاتفورم وترايلنج، بس خلينا نقول الليدنج بس. طبعا الليدنج هنيجي هنا نحط لها مثلا اللي هو التايتل، طبعا هياخد تكست وهقول فيميل. تمام. طيب تعال نشوف، لاحظ اصبحت جنب التكست. طيب تعال نشوف مثلا نحط سب تايتل بالمرة، هاجي هنا اقول سب تايتل وهقول تكست مثلا هير، هسميها هير مثلا السب تايتل. اوكي اللي هي الهنت اللي بيبقى تحتها. طيب نشوف ايه بعد كده. عندي الدانس والاستري لاين، طبعا انت فاهم الكلام ده. طبعا في حاجه عندي تحت اسمها سيلكتد، يعني انا مش عايز اخش فيها دلوقتي، لان هي انا صراحه عايز اعمل حاجات متقدمه شويه بس عشان الوقت. يعني بص، هي بتحط بس عليها زي لون كده، انك بتعمل نفس اللون اللي انت حطيته هنا في الاكتيف كلر بتعينه بشكل عام على التشيك بوكس. بس ده طبعا من الداتابيز، يعني انت بتشوف الداتابيز لو الفاليو اللي جايه بتاعت مثلا انت مخزن بيانات يوزر، فبترجع الداتا من الداتابيز فبتشوفه هو ذكر ولا انثى، فلو هو انثى بتعمل سيلكت دي ترو، كذلك الامر سيلكت دي هتشوفها على التشيك بوكس ليست تايل برضه. بس انا ما كنتش عايز اشرحها بس اهو يعني. طيب ممكن اطبقها هنا، ممكن اطبق الكلام ده كله باختصار شديد برضو. اقدر بكل سهولة برضو هياخد الكالر اللي هو اللي باللون الاخضر، فبالتالي لو جيت عملت سيلكتد هنا هياخد معايا اللون بتاعه، ولو عملت سيلكتد هنا هياخد معايا اللون بتاعه. طبعا احنا لاحظ هنا هو واخد اللون لان كامل سيلكتد، ودي بتيجي يعني بتيجي الداتا بيز تعمل تحقق اف كان ان اليوزر ده بيساوي الفاليو دي فاعمل ترو للسيلكت، لو هو ما بيساويش اليوزر ده او الفاليو دي خليها فولس ده للسيلكتد، عشان لو خليتها فولس على طول اللون هيختفي وهيبقى اللون فقط على واحده من الاثنين مثلا. ده انا بديك امثله. طيب نقف لحد هنا ونشوفكم في الدرس القادم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.